انا شخصيا متحفظ من القياده العسكريه. تلمو هو انه تعودنا على الغدر، تعودنا تعود مثلا راك قال مثلا في بلديه، نعاود نرجع للموضوع سنجيب امثله هكذا ونعاود نرجع للموضوع. مثلا تارك في بلديه ولا في قريه، راك في قريه ما عندكش التريسيتي، ما عندكش الطريق مخدومه، ما عندكش مستوصف، ما عندكش مدرسه، ما عندك والو في القريه هذه. وكل مره يجيك مير، يجي هو يجي نهار الانتخابات يجي ليك السلام عليكم واش راكم وهنا معكم ان شاء الله وندير لكم مدرسه وندير لكم طريق وندير لكم مستشفى وندير لكم وندير لكم. يروح يجي الاخر كيف كيف. لما يجي ليك انت مره واحده اخرى واحد ترشح وراه يجي، انت واش راح تقول له؟ راح تبزق عليه وتقول له روح من انت كيما انت كيما الاخرين. نفس الشيء الان درك راهو حاصل، كاين الناس اللي هما راهم درك هما متحفظين وفقدوا الثقة، لأنه هذا الناس هاك تشوف فيها هذا اللي كانوا يصوروا فيه على أساس أنه مجاهد وعلى أساس أنه وطني، يطلع لك خائن خائن. صاروا ذرك خوانا، راهم ذرك هما مدين البلاد للهاوية وكذا وكذا. وبالتالي أنت الناس تطرح أسئلة منطقية، يقول لك كيف هذا ذرك خيل قايد صالح كان معهم والله لا لا وصحيح كان قايد صالح كان مع التوفيق في التسعينات، راه كان قائد القوات البريه، كان يمد في الورد ولا اخي كان يضرب في الناس بالدبابه وبالصاروخ. ولكن القايد صالح ما كانش هو القائد في فوق في الهرم تاع السلطه، لكن الان راهو قائد. كانت مثلا دي ديسيزيون كانوا مغلطينهم مثل ما راهم مغلطين كثير من الناس، راهم الان صاروا يقول لك انا احكيوها لي. كاين واحد ما عندوش كثير من اللي يتصل بيا قال لي يا صاحبي راه ولات الهضره اللي كنت تقول فيها انت كل كنا نشوفوا فيها احنا افلام، رانا ولينا نشوفوا فيها درك. احنا كنا نعتقدوا باللي انتم راكم عايشين في احلام والله وسمو، ظهرنا باللي رانا كنا شغل مخدرين ولا مانيش عارف كيفاه. يطلعونا هذو الناس اللي كنا احنا نشوفوا فيهم وطنيين ومخلصين، نصيروا نشوفوا فيهم احنا ناس راهم خوانا وناس باعوا البلاد وناس كذا. بالتالي درك انت لما تقرا العذر الواحد تقرا الواحد اخر. درك هذا القايد صالح انا شخصيا راني قلتها بالصوت وبالصوره، مانيش طالب الود نتاعو ولا، ولكن موضوعي. وفي نفس الوقت مثل ما عطيت لكم المثال نتاع قبيل تاع الصياد، تاع درك جماعه راهم درك في السلطه، راهم في السلطه الان، تخليهم انت درك هكذاك تطبق يديك وتخليهم هما راهم راهين يلعبوا بك، في اي لحظه قادرين يقتلوك ويقتلوا الجماعه ويعاودوا يستوليوا السلطه ولا تقبض عليهم. واش هو الخيار اللي عندك انت؟ راهم قبضوا عليهم دوك الجماعه اللي راهم دوك هما يريكلاميو، سواء طابو ولا واسمو ولا زيتوت ولا اي واحد اخر، راهم دوك هما يريكلاميو. كاين اشياء اللي هي منطقيه، ما يجيش واحد دوك انا يقول لي هذاك خائن وهذاك وباع البلاد وكلام فارغ، كلام فارغ ما عنده حتى ما عنده لا اساس لا راس. او الجماعه دوك اللي راهم مثلا يحكيوا على 4 جوية، الى راك انت مع جماعه نتاع 4 جوية مع انت راك انت انسان مناضل وانسان راك تحب البلاد وراك مخلص وراك كذا، والانسان اللي راهو يحوش على مرحلة انتقالية هذاك راهو انسان خائن وراهو انسان بايع الضمير تاعه وراها فرنسا تحكم فيه. بركاك من الكلام الفارغ، جيب أدلة، جيب أدلة قنع بها الناس. درك الشيء اللي راهو حاصل وشي هو في هذه القضية، هو أنه كاين ناس اللي هما خايفين، خايفين يعني يقول لك باللي احنا لو كان نبقى وحنا مستمرين في هذا الوضع رايحين نعطيه فرصة لهذه العصابات نتاع الدول العميقة باش هما يعاودوا بعد ما تضربوا يعاودوهما يهيكلوا رواحهم يعني في اقرب يعني كيما نقولوا وقت هكذا، ويعاودوهما قادرين يحثوا مفاجآت، يديروا اغتيالات سياسية، قادرين يفجروا البلاد قادرين. وبالتالي احنا لابد ما دام شغل واحد دوك راهو حاكم نتاع على واحد حيوان مفترس وراهو حاكم، يا يجيفو والله ينوض ليه ياكلو، راهو في هذيك المرحلة هذيك. هما راهم يشوفوا باللي طول المدة راهو رايح يخدم هذه العصابة. وفي المقابل
كاين الناس اللي هما دوك ما عندهمش الثقه مثل ما قلت لكم انا في هذه القيادات، ومن حقهم بحكم هو انه الشعب ليس هذه المره الاولى التي يغدر فيها، بدليل هاو بوتفليقه 20 سنه وطلع حاجه واحده اخرى. بوتفليقه اللي كان هاو دار لهم المصالحه ودار لهم الامن ودار لهم الاستقرار وخدم لهم، وكانت لما جابوا بوتفليقه كان الجفاف، من بعد ولات المطر تصب، ومن بعد يلا هاو راح بوتفليقه هاو خلاص ولات المطر تصب. من حق الناس باش تشك يا صاحبي، ولكن هذا لا يعني لما هو ذوك هو ناس راه تطالب بمرحله انتقاليه قال راها روح رانا نسمحوا للناس هذو تروح قال ما على باليش انا الملفات هذيك تروح وكذا وكذا. لا، انا شخصيا انا لست مع هاد الناس اللي راهم دركم يشوفوا هذه 4 جويليا مناسبة للنصر ومناسبة للكذا، وهذو الناس اللي هم دوك ما يحضروش فيها راهم خوانا وراهم ما عندهمش علاقة بالبلاد، ولا مع الناس اللي راهم دوك ما يحوسوا على مرحلة انتقالية بالشروط نتاعهم هما. مانيش معهم في اثنين، ومانيش انا مع الناس اللي راهم دوك هما مرات يخدموا في هذه الدول العميقة بهجومهم يعني المتكرر على القيادة العسكرية ضد القايد صالح في شخصه ضده، ولكن الأمر راه هو يحتم عليك الخطر لما انت تصير انت تهاجم في القايد صالح وانت راك تهيج في هذوك الضباط على جال باش هما ينقلبوا على القايد صالح تركت، ولما تكون كاينة الحاضنة الشعبية هاو المشكلة وراها الحاضنة الشعبية اللي كنت نقول لكم قبل انا على القايد صالح الحاضنة الشعبية لقاها هو ضرب بها هاد الجماعة. انت راك رايح انت تنحي لك الحاضنة الشعبية تعطيها اللي راهم درك هادو مع جماعة التوفيق وطرطاق راهم في الصف الثاني ولا في الصف الثالث تمهدلهم في الارضية باش هما ينقلبوا على القيادة العسكرية. بعد تقول لي لا 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 انا خاطي انا يا انا خاطي، ياك تخدم معاهم بالغباء نتاعك راك تخدم معاهم ضد القايد صالح، لكن انا مثل هذاك الانسان اللي راهو درك هو راهو يمشي راك تمشي في الطريق تمشي وراك انت ما على باليش انا راك في معركه هاك في معركه سياسه ثانيه راه نفس الشيء تراك تمشي راك في معركه. من بعد قال حبس دير الفرما ضرب دوره غوش ضرب دوره دروات شوف قدامك شوف من وراك قال ايه اوكي نزيد نافونسي شويه ماشي انت قال رايح بارك القدام ورايح ماشي 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 حتى ندخل راسك في الحيط. هذه مش سياسه، هذه تقعد انت دوك ملي تنوض وانت راك ضد القايد صالح ضد القايد صالح، وشو هو الفرق بينك وبين توفيق؟ ما هو الفرق بينك وبين سعيد بوتفليقه؟ شو هو الفرق؟ راك تخدم معاهم ماكش تخدم معاهم، لكن بالغباء نتاعك راك تخدم معاهم. انا ما نعطيلوش الفرصه، رانا قلنا لكم في خطابات مختلفة لازم الإنسان من خلال الخطاب تاعه ما من خلال هكذا التعليقات تاعه والله يحاول هو أنه يمهد الأرضية تدفع أنت للناس على جال باش درك هي تحكم المقاليد نتاع الحكم. دوك كاين بعض من الناس اللي هما درك يقول لك أخويا أوكي إحنا رانا مع هذا الكلام هذا اللي راك تقول فيه، ولكن إلى متى؟ إحنا دوك راه عندنا شهرين من اللي تحركنا، عندنا شهرين وحنا رانا نطالبوا وحنا رانا نقولوا باش يروحوا درك هاد الباءات هذو. قال يروح درك هذا وش اسمه بن صالح ويروح هذا بدوي ويروح ما على باليش انا وهذاك تاع فلان هذاك وش اسمه بوشرب رانا حنا نحوسوا مع يروحوا. ولكن الاخوه لازمكم تفهموا بعض الأمور، أنا لا أعتقد هو أن هذه القيادة العسكرية التي استطاعت أن تقبض على توفيق وعلى سعيد بوتفليقة وطرطاق اللي راهم يعتبروا من أنه رؤوس من رؤوس هذه الدول العميقة، رؤوس مش كلهم، راهم مازال عندهم محامين عندهم قضاة عندهم ناس في الداخل وفي الخارج في كل مكان راهم مازالهم يتحركوا، لكن هاد الناس اللي قدروا هما يعتقلوا توفيق ويديوه
هذا قايد صالح واسمه هذا بن صالح هذا بتليفون برك يقولوا له البيز البيجاما نتاعك. ماهيش قضيه نتاع انه هما ذوك راهم هما راهم ذوك في هذه القضيه انه راهم اعتقلوا مجموعه دخلوهم للسجن وربما راه تجي اشياء واحده اخرى. لكن انا شخصيا في هذه القضيه نتاع 4 جويه درك نعاود نتحدث عليها قضيه نتاع 4 جويه نتاع الانتخابات لانه امر لازم الانسان يتحدث عليه. المهم اتمنى هو ان راني وضحت لكم بعض المسائل فيما يتعلق بهذه القضيه هذه نتاع القايد صالح والقياده العسكريه. وانا شخصيا كنت ضد القايد صالح، كنت نقول فيها بالصوت وبالصوره في شخصه مشي ضده هو يعني هكذا عندي حسابات شخصيه ولا لا. انا نشوف فيه باللي ماهوش في مستوى نتاع القياده العسكريه، هكذا قناعتي الراسخه. نشوف انا باللي القياده العسكريه لازم لها واحد دكتور، لازم لها واحد كذا. دوك خلينا مثل ما دائما نقول، كاين هناك وضع طبيعي وكاين هناك وضع غير طبيعي. احنا الان امام وضع غير طبيعي وامام اشياء راه تحتمت عليك. احنا درك اذا كان درك هذا القايد صالح وهذه الجماعه اللي راهم درك معاه هما راهم يحوسوا على الخير للبلاد وراها جات فرصه تاريخيه يا خويا، هاد الناس اللي راهم درك هما في الحراك بدل من انك انت تدخل معاهم في مواجهه واللي انت تمهد الارضيه من مثل ما رانا نشوفوك الان الناس راها تعمل الى تفكيك الحراك. يعني دوك راني شفناه دوك في تصريحات وفي تعليقات وفي كذا، تراك قاعد في بريطانيا واش دخلك انت في جد البرج؟ هاي واش دخلك في جد البرج انت حتى تصير انت راك مع ذاك ومع ذاك؟ واش دخلك انت في جدهم؟ خليهم بيناتهم، حاول انت باش تنصحهم، حاول باش توجههم توجيه صحيح، حاول على جل باش تدفع الحراك على جل باش هو يبقى محافظ هذاك الزخم نتاعو، محافظ هو على الحراره نتاعو. حاولوا انك انت تدفع الامور الى الامام على جل باش تبقى الناس ثابته، على جل باش توعي الناس. حاول تروح انت تدخل انت في هذيك الصراعات على جل باش انت تفكك هذاك الحراك لفائده من توقف انت دوكا ضد القايد صالح ومع الوسمو، وتوقف انت ضد الجماعه اللي راهم ما يتحركوا لفائده من ياك تخدم فيهم؟ راك تخدم فيهم بالمجان.